السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو فيه جلد حلو، فيه عدد كلات حلوة، وفيه شوية أنانية أنا راح أحكيها إنه مع سكوادي، لأنه عن جد سكوادي عندهم شي مستفز كتير داخل الجيم. يا بيفتحوا بيسكروا صوتهم، يا إنه بيبشوا لحالهم، ويا ما لسه ما حصلنا على سلاح كل واحد بيروح بدير بنزلهم برانجل بنلاقيه بسانو وميرامار. فحبيت إني اعمل شوية انانية بالجيم واضل اسكر صوتي وما احكي معه مثل ما هن بيعملوا طول الجيم، وهن يضلوا يحكوا وانا ما احكي معه. فخليكم مع الفيديو وتابعوا الفيديو للاخير، شوف شو عملت وحطوا لنا لايك وكومنت حلو على ذوقكم، والدعم كتير صاير قليل، ادعمونا كمان. ومش اذا ما عم يوصلك اشعارات الغي الاشتراك وارجع اشترك وفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وفيديوهاتنا السابقة. هلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. واحد I got Marked a location. بدي اجيب سيارة تبعكم، يعني بدي اقول قاعدين بالعزا معكم، انا قاعد بالعزا معكم. احكوا 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 لشوف احكوا. ما حدا يطلع لي بالتعليقات قهرمان انت متكبر على جماعتك. لا والله مو متكبر، بس بتعرفوا على البسوس مباشرة بتشوفوا شو بيعملوا، وبيجي بدي يفتح فيديو يا زلمة اصور الكل قاعد بالعزا. هل يكون اوبن 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 كل قاعد بالعزا. روح انت يلا استلم بالهنجر. شباب معي سكوب 8، مين بده مشان لهم؟ تعال حبنك، وينك انت؟ هاي عندك كابوس، تعال هاي كبت لك اياه عندك. احكوا لي شوف، احكوا احكوا، هيك بدكم انتو، هيك بدكم. روح بسيارة لحالك، روح يا هذا. سيارتهم فيها بنزين اكثر، خلي فيها بنزين اكثر، مالي رادد عليك، قلع. لان ما اقول لكم افتحوا صوت تلعنوا سلسفيل سلسفيلاتي.
هلا جا متشاطر عم تحكي. ترى قدامك ما عم يوقف يا زلمة، ما راح يوقف، اوكي ما راح يوقف. وقف يا حباب، شو بك طاير؟ الطاير هذا بنزين ما ضل الا عن رمى نار، ما ضل عم يرمي نار وراس، ما ضل ما فاضل جايك يا حبيب عين يا حبيب الماما جايك. السيارة وينك؟ ضيع السيارة كمان. مين هذا الضابط صهره؟ هذا بتاعي اسمع عم ليكو ليكو عند قيرمة ليش الكمبرة يا حبي؟ هلا لو تفكر يا وحش وحش ما وحش ما احكي احكي مالي رادد عليك احكي انت احكي لحتى تشبع خصمك اصيبك الله لا مضني له هالقهرمان هلب هلب عندك تراضي قهرمان ما قلع هاي مدمج ضربنا رصاص عليه ضربنا رصاص عليه وين مدمج يا تيس وين مدمج اعمى كمان شوف الخط اعمى كمان شوف الخط تحت ما انا مدمج بسرعه بسرعه فهم الريد زون انت رايح على الريد زون هيك ها الموت واحد رايح اخذك على الريد زون ان شاء الله تجيب اجلك ما في مزح لا ما في مزح بدي اضل افت لك بريد زون والله بدي اضل افت لك بريد زون ها وين ريد زون ها اوف وين الثاني وين ريد زون الثاني وين وين من الحوس لا يحطه على راسه فانوس سكوت انت مالي رايح اخرس ما اسمع صوتك انميز اهيد ماركت اخرس شو ما تقولوا بدي اعمل عكس اليوم ولا مبين حدا نعمل زبطة يلا ممكن تلقى على هيك شوف يا انا يا انت اخراس مالك علاقة يا شباب مستمعين في حفلة خليني نشوف هون هذول البيوت هل من احد هنا؟ لا جننتوني طيب خل ما ضل فيني صوت احكي راح صوتي من وراكم اصرخ افتحوا صوتكم ولا نفهم مع بعض ما 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 هاي سيارة هاي سيارة قدامنا اخرس شايفة ما كان في سيارات عندنا هون لا ما كان في مستعين من البنزين هذا في جثة هنيك هاي جثة انا قتلتها خلاص انت ماني مفكرين انا ما شرب الفر هذا باقي هو في باقي تعال سيارة على خلاص مارك ذا لوكيشن شو عندهم بهذا البيت مارك ذا لوكيشن في عالم قنبلة فوق الله هو قنبلة فوق قنبلة فوق خنابلك مو مو دقيقة بمواعيدها في عالم ورانا بدي قاعد جبل
خلاص معلم تقول لك هو مش عم فهم شو بعد السيارة يا زلمة قالت كنت شو يعني صعبه كان ورا كان صعبه ورا نضرب انا ما انا شايفه دمشته اجت سيارة بابا ما في غير يا زلمة ولا بالتسعات يعني فنش؟ لا 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 هذا كان طارق طبعا قم لقدامك يعني اكل اكل هواء والسرقه ليش يعني اكل هواء والسرقه تبعكم ليش باين اللي تحت ها على الطرف الثاني بدك تضرب انت وياه ايه هون قدامك كم واحد اللي كانوا اوبن ادمجوا اشيل بدي اشيله بقنبله رجع انت وياه بلا بلا من جماعتك قاعدين طياره هذول قاعدين طياره كيفوا واصلين من نفسهم باشين لحاله هذا كان اسمه ناز ايه الواحد بس نازو لمبة هذا الثاني اسمه لمبة اخراس انت ما دخلك بالعالم شباب السعوديين السعوديين بيسمحوا لهم اسمه اغريبي مدري شو برتقاني شو دخلك بالعالم شو بيسموا حالهم اخراس انت انت مو مسمي حالك بونيشير معناته اخراس ما دخلك بالعالم اخراس تحكي عن عالم ما تحكي عن لعبك كيف تلعب جماعته صاحبنا عطى تيربو للسيارة كني أربعة تيم ضالين مين راح يهربوا لعيد بنزين لا شو استخد بنزين لا سيارة تي عليك لا لا جي جي بني لك يا بني بومي سوق يلا حق عليها روح اجيب لكم سيارة خاطرة بحياتي مثل البومة ما بيطلع من تمه كلام حلو فورا راح يا زلمة ابقى بجيب اولاد هيك ليكن ليكن وراك عالجبل ايه على الايم اي جبل جبل بوسة حطيت السيارة هيك عشان يفضلنا السيارة ام سوري انا يا زلمة ما بعرف سوق حط الزون هيك احنا انا برايم لف تعال تعال طلع طلع وين انتو؟ يلا قهرمان حاول تجيب لك لا 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 بس مشان من على العمل ايم ونار لا لا برايح عند اللي بيطلع منبطح لانه عليك اوه بس بس هلا عم قهرمان بيلتف وما تف بالقوم بعرف ما انا بدي اجيب لقطه بالقوم السياره حاولت هيك سنايبر هذا يسارك جلال يسار يمينك بلال صار يمينك اطلع البيت طلع البيت مش قادر بدك ما في شباك من هاي الجهه هيا وسخ ورا الشجره محمد خليك هنا رميت ليك انا ارجع ارجع بلا ارجع عنده عنده ايه جاكم واحد اه يا عمري انا انت ولا جيران اه دمي دمي خلنا عالج خلنا عالج دمي لان خلنا عالج دمي شوف عليك في واحد عملنا فلانجا انزل لتحت Form up on me. بس لحظة عم بعالج دمي بس لحظة دار دمي مالي شايف يلا بش قهر ما مش اوه وحش ابلع اسدي فين وخمس مية دمج يا الله قلع انت وياه ربالة
لك 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 يا بلال، عمر شو واطي؟ من وين جايب 5 كيل؟ حرامي كيلات، من وين بده يجيب كيلات؟ من وين؟ من وين غير يصير قد من قهرمان؟